عبد الأمير الأنباري. هو عبد الأمير علي الأنباري الدبلوماسي العراقي والخبير باقتصاديات النفط والمفاوض الدولي البارز. ولد في مدينة المسيب بلواء الحلة محافظة بابل حالياً عام 1930، وأنهى المراحل الأولية من تعليمه فيها. تخرج في كلية القانون بجامعة بغداد عام 1956، ثم نال الدكتوراه من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة. شغل مناصب رفيعة في وزارة النفط العراقية منذ عام 1968، وأصبح رئيساً لمجلس إدارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية عام 1978. انتقل إلى العمل الدبلوماسي، فأصبح سفيراً في المملكة المتحدة وسفيراً فوق العادة للعراق في الولايات المتحدة بعد عودة العلاقات بين البلدين عام 1987. أصبح ممثلاً دائماً للعراق في الأمم المتحدة في السادس من آب عام 1990، وواجه صعوبات بالغة في إدارة الموقف العراقي بعد غزو صدام للكويت. انتقل منذ عام 1992 ليصبح كبير المفاوضين العراقيين في اتفاقية النفط مقابل الغذاء، ثم مندوباً للعراق لدى منظمة اليونسكو في باريس، وسفيراً للعراق لدى الفاتيكان. بعد الغزو الأمريكي لبلاده، أصبح مستشاراً لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.